جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. نعم، ولاحظت من هذا النبي صلى الله عليه وسلم البركة، بارك الله سبحانه وتعالى لها في لبنها وفي كذلك ما كانت ترعى لديها، ولاحظت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بركات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ ويشب ما لا يأتي على بقية الأولاد. نعم، لكن خافت عليه عندما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وشق الصدر كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة اختلفوا فيها الآن قبل أن يبعث، ومرة بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. نعم.